العربية بسداد مشفى دير شرقي هنا في ريف الجبهة الجنوبي يمكن خروج هذا المشفى للخدمة ودمار معظم أجزاء أو المشفى الآن في منطقة مشفى دير شرقي المشفى الذي تعرض من أربع دراسات جوية من ساعات الصباح المقوم في الأداء لدمار أجزاء كبيرة وفي هذا المشفى سقوط شهداء وجرحى من بين المرضى الذين كانوا متواجدين أصل في هذا المشفى هو من بين الكادر الطبي والتمريضي نلاحظ الدمار الكبير في داخل هذا المشفى عناصر الدفاع المدني فرق الدفاع المدني وفرق الانقاذ ما تزال تبحث عن المفقودين وعن العالقين تحت الانقاض حتى هذه اللحظه يذكر ان مشفى دير شرقي هو المشفى السابع الذي يتم قصفه من قبل الطائرات الحربيه خلال شهر نيسان الحالي هذا هو المشفى السابع الذي تم قصفه من قبل الطائرات الحربية الروسية نحن نحاول أن نتابع عمل فرق الدفاع المدني وفرق الإنقاذ الذي تسعف الجرحى والمصابين من تحت الأنقاض المشفى السابع يخرج عن الخدمة في شهر نيسان فقط خرج المشفى عن الخدمة بشكل كامل بعد مشاكل عامة النعمان وخانشر وعرضي وكل التقارير الآن يتم استهداف المشفى دير شرقي في معركة النعمان الشرقي في إدلب الجنوبي إذا كما نلاحظ عمليات انتشال الجرحى والشهداء ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة مع ساعات الفجر الأولى الآن حول الساعة 6 صباحا مع ساعات الفجر الأولى بدأت الطائرات الحربية تنفيذ غاراتها المكثفة على ريف إدلب الجنوبي وكان مشفى دير شرقي هو ضحية القصف لهذا اليوم المشفى كما نلاحظ خرج عن الخدمة بشكل كامل وفرق الإسعاف وفرق الدفاع المدني ما تزال تبحث عن المفقودين والعالقين تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم تم استهداف المشفى الجامعي في ريف معرة النعمان في الدير الشرقي تم استهدافها بالغارة الأولى فتوجه عناصر الدفاع المدني في معرة النعمان لمكان الغارة الأولى ويوجد عدد من الشهداء والإصابات كمية هائلة من الإصابات وعند انتشال الإصابات من المشفى تم استهداف فريق الدفاع المدني بعدة غارات بأربع غارات من الطيران الحربي أثناء وجودكم هون وانتشال الشهداء والجرحى كان في غارات جوية عم تسد نفس المكان أثناء وجود فريق الدفاع المدني تم استهداف المشفى بأربع غارات من الطيران الحربي تم الابتعاد أثناء القصف عن المشفى بعدين حاولنا انتشال الشهداء وانتشال الإصابات من تحت الأنقاض طيب المشفى مثل ما شايفين تدمر وخرج عن الخدمة هذا هو المشفى السابع اللي بيخرج عن الخدمة خلال شهر نيسان في تفسير لاستهداف المشافي بشكل متعمد استهداف مراكزكم استهدافكم أثناء محاولة إسعاف الجرحى هدف النظام تدمير النقاط الطبية في المناطق المحررة ومراكز الدفاع المدني لعدم مساعدة الأهالي ويعني يتركون ميتين في أرضهم عدم المساعدة لجميع الأهالي في النقاط يعني عم يدمر هو النقاط الطبية لعدم مساعدة الناس